هيس هوتل إكسبو من أكبر المعارض المصرية والعربية اللي بتقدم كل تجهيزات الفنادق والمطاعم والكافيهات ومعدات الحلواني والآيس كريم والسلاسل التجارية والمخابز. شركات عملاقة بتتنافس في أجواء ساخنة جداً، خلي بال حضراتكم، عشان توفر لكل الكيانات دي الخامات اللي بتشتغل بيها، سواء في الأغذية أو المشروبات أو التعبئة أو أدوات الطبخ أو المعدات أو التكنولوجيا وغيرها. المهم تسهل عليها خدمات الضيافة اللي بتقدمها لروادها. كنا شهود في برنامج الجدعان على دورة هيس هوتل إكسبو 43 المميزة جداً، اللي شاركت فيها أكتر من 310 شركة مصرية بخلاف الشركات الأجنبية، وقابلنا شخصيات متميزة وملهمة ونماذج مضيئة نجحت في الوصول بمنتجاتها لمراحل متميزة في تسويقها، وتستحق التواجد في معرض هيس هوتل إكسبو وتوريد منتجاتها لأكبر المنشآت السياحية في مصر والعالم. دلوقتي في معرض هيس هوتل إكسبو هنقابل عمالقة الصناعات الهندسية من المتخصصين في أجهزة ومعدات مطابخ المطاعم والفنادق والقرى السياحية، حاجة تفرح، أفكار عظيمة وصناعة وطنية نفخر بيها، وكمان بيقدموا أفكار لمشروعات جبارة. تعالوا نزور أجنحة نيو ستار وبريتو فود، وهم شركتين أسسهم الأشقاء سامح وساهر تقوى صديق. الأول المهندس سامح تقوى صديق، وهو عبقري تصنيع معدات وأجهزة المطابخ العملاقة من خلال علامته التجارية فيرادو. أما الدكتور ساهر تقوى صديق فده مفاجأة بجد، هو صيدلي ولكن خطفته الصناعة ونجح في تقديم بودر عبارة عن خلطة سرية بتصنع منها الفنادق والمطاعم والكافيهات منتجات غذائية عديدة زي الوافل ومشروبات الفرابي والعصائر السموزي والآيس كريم والكيك وصوص الشيدر والشوكولاتة والكراميل والسيرب والبيوري الفاكهة وغيرها. تعالوا نبدأ مع الدكتور سامر تقوى صديق، مبتكر العلامة التجارية بريفا، وركزوا في تفاصيل المشروع اللي هيقدمه لحضراتكم واللي ممكن لأي شاب انه يمتلكه بمئة ألف جنيه بالكتير ومكسبه 300% على الأقل. وتعالوا نحسبها بالورقة والقلم. كنا وصلنا لإيه النهاردة؟ عندنا كم منتج؟ عندنا كم عامل؟ رايحين فين في الصناعة؟ احكي لي. الحمد لله زي ما كنا اتقابلنا المرة اللي فاتت وشرحت لحضرتك ان احنا دايما تركيزنا على ان احنا نعمل منتجات تسهل على اي حد عايز يعمل مشروع او حد عنده مشروع اوريدي انه يعمل منتج كواليتي عاليه. الحمد لله احنا طبعا عندنا منتجات، يعني بنعمل منتجات اللي هو اي حد عايز يعمل ايس كريم فبنقول له تعمله ازاي، بياخد باودر جاهز يحط عليه جاست لبن او سوائل ويطلع ايس كريم بكواليتي عاليه جدا. عندنا كم طعم ايس كريم النهارده؟ عندنا النهاردة كتير، يعني عندنا فانيلا شوكلت حليب عادي، عندنا مانجا وفراولة، مانجا وفراولة، عندنا ليمون نعناع وليمون وبطيخ. عندنا سؤال بس، هو طعم المانجا اللي أنا دايقه ده، ده طبيعي صح؟ بص احنا حضرتك المانجا اللي حضرتك دوقتها هي مانجا طبيعي، يعني احنا بنقول للشيف أو بنقول للشخص اللي بيعمل آيس كريم هتجيب مانجا طبيعي قد ايه وهتحط عليها إضافات من عندنا معينة عشان تحولها لايس كريم، فاحنا بنشرح له الطريقه وبنقول له تحط قد ايه من المانجا وقد ايه سكر وقد ايه ميه عشان عصير طبيعي، يعني يحط عصير طبيعي. يحط عصير طبيعي تمام. طيب احنا بنتكلم على مانجا عملناها، عندنا كمان عصاير سموزي وعندنا عصاير فرابي وعندنا ده احنا ولا ستاربكس العالميه يعني احنا عندنا حاجات كتيره، عندنا عاملين باودر للسموزي السلاش، ده باودر برضو بيبقى فيه فليفر طبعا لكن هو بيعتمد على انه بنقول له تضيف ايه على ايه، برضو بيحط عليها مية وحطها في مكان سلاش زي دي وتطلع منتجات طبعا بأطعمة كتيرة بقى، سواء اذا كان برضو تفاح بطيخ توت، كل أطعمة دي بتكون متاحة بنعرض على اي حد عنده مطعم عنده كافيه يجيب المكنة زي كده ويبتدي يشتغل، او لو عنده مكنة. لا والمفاجأة ان احنا اللي بنصنع المكن بالضبط، صح ولا احنا نيو ستار يعني نيو ستار ومصنع براند فيرادو، المكن ده كله تصنيعنا، مكن المبردات والسلاش واللي هو مبرد العصير والسلاش، ده المكنه الجرانيتا بتصنعنا، كمان احنا بنعمل باودر وافل وبنعمل مكنه الوافل. والكيك بقى الكيكس احنا بنعمل برضو بانكيك سبونج كيك وبنعمل سبونج كيك تمام. البانكيك برضو بيتحط على مكنه زي مكنه الكريب دي، بتكون مكنه برضو 5000 جنيه بنقول له هتعمل ايه وتضيف ايه على ايه. السبونج طبعا بنشرح للشيف برضو نفس الفكره، تحط الباودر بتاعتنا على قد ايه بيض على قد ايه ميه بتطلع لك الكواليتي الفلانيه. فالحمد لله ابتدينا يعني
نبقى معروفين في وسط محلات كتيره، مطاعم كتيره، الحمد لله برضو موجودين في الفنادق في شرم والغردقه. كام مطعم وفندق بياخدوا من حضرتك النهارده الايس كريم والمشروبات وغيرها في صوره باودر؟ يعني احنا عندنا ما لا يقل عن 500 مطعم وفندق ما شاء الله شغالين معانا حاليا، والحمد لله في بلان كمان اكبر من كده بكتير شغالين فيها. يعني مصنعنا الجديد اخباره ايه؟ احنا الحمد لله خدنا مكان مساحه تصنيعيه حوالي 4000 متر ما شاء الله. ان شاء الله في خلال 3 شهور برضو ولا اكتوبر اكتوبر برضو هنكون موجودين فيه ان شاء الله. وعندنا بلان بقى لتصنيع خط، يعني في خط تعاقدنا عليه، خط لانتاج الصوصات السيرب، حاجات اللي تخص الكافيهات كلها. هيكون ده موجود معانا يعني كل ان شاء الله. اللي كنا بنستوردها في حاجات يعني ما زلنا أيوة. كنا بنستوردها وما زلنا كنا بنستوردها. دكتور النهارده انت بتعمله في مصر احنا بنعمله وان شاء الله هيكون منتج بكواليتي عاليه، لان دايما احنا ممكن المنتج يقعد بنجرب فيه انا يعني 3 4 شهور. هو النهارده دكتور قدر شاب ان هو يعتمد على حضرتك ان يفتح فروع لمشروع؟ يقدر طبعا، يقدر مشروع كامل يقدر في كل المنتجات دي. مجرد ان هو يجي لي يقول لي انا عايز افتح بروجكت ده او يجي للشركه، هيبتدي الاول من شركه المعدات، لاني طبعا الكوست الاساسيه بتبقى في المعدات. تمام. فبتبتدي يقول هو احنا عايز احنا ايه. يعني قبل كده سالت حضرتك سؤال سريع كده، قلت لي 75 100 الف جنيه يعمل مشروع، قول النهارده 150 200 مثلا 200 الف دي النهارده بقت ولا حاجه يا جماعه، ده كارد بالبطاقه الشخصيه بالزبط. صح ولا لا؟ اعمل بيهم ايه؟ يعني انا النهارده مكنه الوافل ب 5 6000 جنيه، مكنه الكريب اللي هي بتعمل بانكيك ب 6000 جنيه، المكنه زي الخلاط ده مثلا بحوالي 15 ل 20 الف جنيه، الايس ميكر بحوالي 50 الف جنيه، السلاش بحوالي 40000 جنيه. انا لو عملت دول بس يعني انا ما كملتش 150، انت فاهمني؟ بس انا عندي منيو ما يقلش عن يعني كم منتج، 40 50 منتج. يعني لان مثلا لو عملت الفرابي والميلك شيك ده كله بيتعمل بالخلاط والايس ميكر ده، البانكيك والكريب كل ده ينفع بالمكنه دي، الوافل بكل الاضافات بتاعته. يعني 6 شهور اجيب راس المال بتاعي لو انا وقفت في مكان كويس.